ولمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. تحياتي لك دكتور محمود. دكتور محمود. نعم أسمعك يا فندم. دكتور محمود، شراكات ومشروعات عديدة قامت بها الدولة المصرية، تبعات هذا وانعكاسها على الاقتصاد المصري من وجهة نظرك؟ يعني يمكن منذ تبني الدولة المصرية برنامجها الإصلاح الاقتصادي وبدأت يعني سلسلة المشروعات القومية التي لم تتوقف حتى في أحلك وأصعب الظروف الدولية، يمكن نتذكر في جائحة كورونا لم تتوقف افتتاحات المشروعات القومية اللي كانت حقيقة الأمر على كافة القطاعات والتي تم توزيعها بشكل عادل ويتناسب مع اعتبارات الجدوى الاقتصادية ما بين الأقاليم والمحافظات، فبالشكل اللي عزز من التنمية الاقتصادية وعزز من مفهوم جديد للتنمية وهو التنمية المتوازنة، وهذا الأمر كان له آثار والإيجابية التي كان أولها يعني تقليل عملية الهجرة من الريف إلى الحضر بحثا عن الفرص الاستثمارية أو بحثا عن زيادة مستوى الدخل. هذا طبعا فضلا على أن هذه المشروعات كانت واحد من أهم الأسباب التي خلقت مناخا جاذبا للعملية الاستثمارية في الدولة، يعني ترتب عليه تدفق كميات كبيرة من الاستثمارات بالإضافة إلى طبعا زيادة المعروض من المنتجات المحلية بالشكل اللي جعل الاقتصاد المصري له قدر كبير من المرونة في التعامل مع الأزمات العالمية. دكتور محمود، بالذكر والحديث عن الاستثمارات وزيادة الاستثمارات والمستثمرين في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أيضا منذ قليل عن تسهيلات كثيرة للمستثمر الأجنبي والمستثمر أيضا المصري، ماذا عن هذه التسهيلات وإلى أي مدى من الممكن أن تخدم العملية الاستثمارية في مصر وتأثير هذا على الاقتصاد أيضا؟ حقيقة جهود الدولة في توفير مناخ جاذب للعملية الاستثمارية لم تتوقف فقط عند القرارات المالية أو القرارات النقدية، ولكن كان هذا الأمر منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع في بداية حكمه على رأس أولوياته تحقيق استقرار أمني معين، وهذا يعني بينعكس بشكل كبير على الاستثمار، لأنه مهما كان هناك من عوامل جاذبة للاستثمار ولم يكن هناك قدر منضبط من الاستقرار الأمني، كل هذه الاعتبارات ليست لها جدوى وليست لها قيمة. الأمر الآخر يعني جهود الدولة أيضا في توفير بنية تحتية متوافرة يمكن بشهادة مؤسسات دولية كبيرة تحدثت عن جودة الطرق داخل الدولة المصرية والبنية التحتية بشكل أكبر، هذا فضلا طبعا عن سلسلة القرارات التي يعني لم تتوقف نحو إما لبعض الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقوانين المباشرة وغير المباشرة التي ترتبط بالاستثمار زي قانون الاستثمار وقانون إفلاس الشركات وغيرهم من القوانين، بالإضافة إلى خلق حوافز ضريبية وحبس المستثمرين للاستثمارات في قطاعات بعينها، كل هذه الأمور وفرت للدولة المصرية مناخا جاذبا للعملية الاستثمارية أو جعلت الدولة المصرية يعني يمكن للمرة الخامسة أو السادسة على التوالي تصنف باعتبارها واجهة الاستثمار الأولى داخل القارة الإفريقية. دكتور محمود، وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط تحدثت عن شراكات أجنبية ودولية عديدة داخل المشروعات المصرية، ماذا عن هذه الشراكات وإلى أي مدى من الممكن أن تكون خادمة لتطور وتقدم المشروعات المصرية؟ يعني حقيقة الأمر الشراكات الدولية مع مصر بدأت يعني منذ أن يعني بدأت الدولة المصرية تتبوأ مكانة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، بل العالم بينظر إليها الآن باعتبارها يعني متحدثا باسم العالم النامي وممرا آمنا للنفاذ نحو الأسواق الإفريقية، خاصة بعد ما يعني تحملت الدولة المصرية على عاتقها الكثير من المبادرات زي منطقة التجارة الحرة القارية، أيضا بتحمل هموم الدول النامية خاصة ما حدث في الكوب 27 الذي كانت تتحدث عنه عن حقوق الدول النامية وحقيتها في تمويل التنمية المستدامة في هذا الأمر. طبعا كل هذه الأمور فضلا عن المناخ الجاذب للاستثمار داخل الدولة المصرية، لأنه أصبحت يعني
تستقطب بما توفره من فرص استثمارية في كافة المناطق، تستقطب كثير من الاستثمارات من دول مختلفة، سواء للنفاذ نحو القارة الإفريقية أو للاستفادة مما يعني تحتويه الدولة المصرية من اتفاقيات، سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى المتعدد الدول، سواء على مستوى القارة الإفريقية أو حتى على مستوى الدول العربية. نعم دكتور محمود، وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أيضا أشارت إلى أن الشركات الدولية تعمل على توطين الصناعة وليس فقط لتنفيذ المشروعات، لماذا من وجهة نظرك؟ هذه طبعا يعني يمكن في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الحديث عن توطين الصناعة هو ركن أساسي في أيديولوجية الدولة المصرية التي تؤمن بها، هي عملية توطين الصناعة داخل الدولة. ويمكن توطين الصناعة ليس الغرض الأساسي منه فقط هو زيادة المعروض من المنتجات على المستوى المحلي، سواء لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي أو لتخفيف وتخفيض فاتورة الواردات، ولكن كمان واحد من ضمن الأغراض الرئيسية له هو إعطاء ميزة أكبر للمنتج المصري أو ميزة تنافسية أكبر للمنتج المصري في الأسواق العالمية. وواحد من الأهداف الرئيسية للشراكات مع المجتمع الدولي أو مع الدول هي فكرة يعني إضافة قدر أكبر من الجودة للمنتج المصري بحيث يكون قادر على التنافس على المستوى الدولي. دكتور محمود، وحضرتك أستاذ الاقتصاد، كيف تابعت المشروعات التي قامت بها والدولة وأهمها من أجل تحسين جودة الاقتصاد المصري؟ يمكن هذه المشروعات زي ما ذكرت لحضرتك أنها كانت على كافة القطاعات، خصوصا أنها كانت مركزة على وكأنها يعني كانت تستشرف ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل. أولا المشروعات التي لها علاقة بالطاقة النظيفة، زي طبعا المشروع العالمي في بنبان الطاقة الشمسية وغيره من مشروعات الهيدروجين الأخضر. في توقيت العالم كله بيتوجه فيه إلى الحديث عن استبدال الطاقة التقليدية بالطاقة النظيفة. الأمر الثاني وهي المشروعات المعنية سواء بشكل مباشر أو بغير مباشر بالمنتجات الزراعية والزراعة بشكل عام، في توقيت يمكن بيستخدم فيه الغذاء كسلاح استراتيجي ما بين الدول وبعضها البعض، وده واحد من أهم الأهداف أو من أهم الأمور التي جعلت الاقتصاد المصري رغم هذه الموجة التضخمية لم نجد أن هناك سلعة معينة قد اختفت من السوق. الدولة المصرية يعني انتهجت واتخذت خطوات ثابتة في هذا الإطار، بدأت بمشروع 1.5 مليون فدان، لأن طبعا الزراعة وتحقيق قدر كافي من المنتجات الزراعية وتحديدا المنتجات الغذائية أصبحت الآن عملية أو مسألة أمن قومي. فضلا على أنه كمان الاهتمام بالزراعة يعتبر هو المدخل الآمن نحو التصنيع، على اعتبار أن هذه المنتجات بتعد مدخلات إنتاج بالنسبة لعمليات التصنيع. لكن على ذكر هذه النقطة تحديدا، ماذا فعلت الدولة المصرية من أجل التصدي لتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على مستوى الاقتصادي، على مستوى الغذائي وغيره من المشاكل الأخرى؟ يعني كل ما مكن الاقتصاد المصري من أن يكون قادرا على تحمل أزمتين أو التصدي لأزمتين هما الأصعب والأخطر والأعقد في تاريخ الأزمات الاقتصادية منذ أزمة الكساد الكبير عام 1929، ليس مشروعا واحدا وليس قرارا واحدا، وإنما سلسلة من المجهود الذي تم تفعيله منذ العام 2016 وتبني مصر لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. لأن صمود الدولة بهذا الشكل أمام أزمة مالية كبيرة يمكن أرقت كثير من الدول لم يكن ليأتي من قبيل الصدفة، ولم يكن نتاجا لقرار معين ولمشروع معين، ولكن لسلسلة ولمجهود طويل ممتد على مدار سنوات طويلة وباستثمارات في كافة القطاعات، حتى منها القرارات والمشروعات الخاصة بتحسين جودة حياة المواطن، باعتبار أن العنصر البشري واحد هذه من النقطة أهم تحديدا كنت هذه النقطة تحديدا دكتور محمود لابد أن أتحدث عنها، هو إنعكاس هذه المشروعات على المجتمع ككل وعلى أيضا المواطن المصري. يعني خليني أخذ من ما يتحدث عنه سيادة الرئيس أنه عوائد التنمية أو عوائد هذه المشروعات الجاني الأكبر منها أو الكاسب الأكبر منها هو المواطن متوسط ومحدود الدخل. يمكن ترجم هذا الأمر
في كثير من القرارات وكثير من المبادرات. يكفي مبادرة حياة كريمة وما حققته من إنجازات سواء خاصة بجودة حياة المواطنين وحصولهم على الخدمات الرئيسية، والتي قللت الهوة والفجوة التكنولوجية ما بين إقليم زي إقليم الصعيد الذي كان يعاني من الإهمال لفترات طويلة ولم يكن أمام أي أحد من مواطن وأهل الصعيد في سواء يبحث عن مستوى دخل أكبر أو يبحث عن استثمار أمواله، لم يكن لديه حل سوى الهجرة إلى العاصمة أو الهجرة إلى الحضر. الآن أصبح الأمر مختلفا، تم تقريب هذه الفجوة التكنولوجية وأصبحت الفرص الاستثمارية موجودة في كافة المحافظات والأقاليم بشكل شبه عادل وموزع بالتوازي، وتم تحسين كثير من الخدمات سواء فيما يتعلق بالصرف الصحي، الخدمات الصحية، الخدمات التعليمية، الإسكان الاجتماعي، كل هذه الأمور يعني يلمسها المواطن ويراها رأي العين. بالتأكيد. أخيرا دكتور محمود، كيف ترى مستقبل الاقتصاد المصري في ظل كل هذه المشروعات التي قامت وما زالت تقوم بها الدولة المصرية؟ يعني خلينا أذكر لحضرتك أن طبعا يعني التكهن بمستقبل الاقتصاد المصري لا يمكن أخذه بمعزل عما يحدث في العالم. العالم الآن يعاني من حالة كبيرة من ما يطلق عليه حالة اللا يقين، لا يستطيع أحد أن يتكهن ما الذي يمكن أن يحدث في داخل العالم. لكن الدولة المصرية حقيقة الأمر نجحت أن تتعامل مع أو في توقيت ينقسم فيه العالم إلى معسكرين، معسكر شرقي ومعسكر غربي، أن تتعامل بقدر كبير من التوازن في علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية. تم انضمام مصر إلى تكتل البريكس، وفي ذات الوقت تم دعوة الدولة المصرية إلى مجموعة العشرين. يعني العالم كله الآن بدأ ينتبه إلى الدولة المصرية باعتبارها يعني هي المتحدث الرسمي باسم العالم النامي زي ما ذكرت لحضرتك، والممر الشرعي للنفاذ نحو القارة الإفريقية. كل هذه الأمور يعني تنبئ بمستقبل فيه قدر أكبر من الطمأنينة حول الاقتصاد المصري. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد.